البيشنت انترفيس ممكن في الميكانيكال فنتليتورز يبقى له كذا شكل. طبعا بيميز اساسا نوعين اساسيين، اللي هو نون انفيسيف فنتليشن، اللي هو عباره عن ان احنا بنعمل الفنتليشن عن طريق ماسك، بنسميه نون انفيسيف عشان ما بنضطرش ندخل اي حاجه داخل الجسم، بعكس حاجه اللي بنسميها الانتيوبيشن. انتيوبيشن معناه انا بستعمل تيوب زي كده بدخلها جوه التراكيه القصبه الهوائيه، وبالتالي يعني بيسكلي بيحصل من خلالها التنفس بشكل كامل. طبعا لو شفنا مثلا حاجه تيوب بالشكل ده كده، طبعا هي تعتبر رفيعه شويه ما تقدرش انها تسد القصبه الهوائيه، فبالتالي هيبقى في ليكج حواليها. فاللي بيعملوه ان هو بيخلي في حاجه زي بالون هنا كده، والبالون ده بيقدر ان هو ينفخه بحيث ان هو يسد تماما المخارج بتاعه الهواء اللي حوالين التيوب دي، ويبقى في الاخر انترفيس بتاع جهاز التنفس مع التيوب دي نفسها، ويقدر ياخد الهواء من داخل اللانجز ويطلعه من داخل اللانجز عن طريق التيوب. ما يبقاش فيه اي حاجه، ما يبقاش فيه اي وظيفه خالص للابر اير ويز اللي موجوده عندنا زي الانف وزي الفم. فالحقيقه طبعا بالنسبه للحاجات الاخرى، طبعا ممكن يبقى في عندنا ماسك يبقى على الانف بس، ممكن يبقى في عندنا حاجه اسمها باد، بيتكلم على نيزل باد. باد دي بتبقى حاجه بتتحط على الانف بس كده، وتقدر نفتت بحيث ان هي تبقى يعني تايت حوالين الانف. وطبعا في الحاجه المعتاده اكتر شويه اللي هي بيبقى ماسك بيبقى على الانف والفم مع بعض. المشكله في كل الحاجات دي الحقيقه بيبقى فيه ليكج. ليكج بمعنى ان انت مهما حطيت الماسك ده حوالين البيشنت بشكل تايت، هتلاقي برضو ان فيها هواء ممكن يخرج من الفتحات اللي هي في الانترفيس بين الماسك وبين السكين بتاع البيشنت. هنا الحقيقه الدنيا بتبقى فيري تايت، والحقيقه عمليه الليكج اللي هنا مش بس يعني ممكن ان هي تقلل الافشنسي بتاع التنفس، لان انا ببعت كميه هواء معينه لو في جزء منها خرج بره الماسك بتبقى مشكله، لا بيبقى فيها مشكله اكبر الحقيقه في حاجه زي كوفيد 19، ان بيبقى فيها عندنا كمان يعني بنعرض الانفايرمنت نفسها ان يبقى فيها انفكشن، نتيجه ان الهواء اللي خارج ده ممكن يبقى فيه بعض الرذاذ، او يبقى فيه بعض يعني يبقى فيه عموما بعض الكونتامينيشن، بحيث ان هو ما يبقاش سيف ان هو يخرج في الانفايرمنت. لما بتكلم على انتيوبيشن بيسكلي احنا بنتكلم على ان البيشنت دلوقتي، البيشنت وجهاز التنفس بقى كلوز سيركت دلوقتي، الهواء جاي من الجهاز الفنتليتور للبيشنت، ومن البيشنت للفنتليتور، ما بيطلعش الهواء الخارجي خالص، ما بيطلعش للانفايرمنت الخارجيه خالص. وبالتالي لما بنيجي نخرجه بعد كده بنحط فلتر من داخل جهاز الفنتليتور بحيث انه يطلع، نبقى متاكدين ان هو سيف. فعامه ممكن يبقى في بعض المزايا للنون انفيسيف فنتليشن، هو طبعا اول حاجه طبعا نون انفيسيف دي ميزه كبيره، بس المشكله ان هو الليكج ده ممكن يخلي في بعض المشاكل بالنسبه للكونتامينيشن. الانتوبيشن هي طبعا مش حاجه كويسه، يعني هو طبعا انفيسيف وبيحتاج طبعا الطبيب يدي يعني بعض الحاجات العقارات للمريض علشان يوقف خالص الكنترول بتاع الريسبيريشن، عشان يقدر يخلي الجهاز يعمل كومبليت كنترول على كل حاجه. والميزه الاساسيه بتاعته ان هو كلوز سيركت مع البيشنت، بيخلي الكروس كونتامينيشن او الكروس انفكشن حقيقي بيبقى اقل ما يمكن. طبعا تحديد اللي انسب للمريض طبعا بيبقى بالنسبه للطبيب طبعا هو اللي بيحدده.